منحت القمة المصرية الكورية الجنوبية التي استضافتها القاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إين زخما للعلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصة على صعيد التعاون في قطاعي السكك الحديدية والنقل الذكي. لذا جاءت زيارة الرئيس الكوري الجنوبي إلى محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل مختلفة تشمل محطة لمترو أنفاق الخط الثالث التي تم افتتاحها وتشغيلها، ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف، ومحطة للسكك الحديدية القاهرة السويس، ومحطة للسوبر جيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي عدلي منصور السلام. حكومة كوريا الجنوبية تعتبر مصر شريكا هاما، لذا سوف تزداد وتيرة التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة في كافة المجالات، خاصة في مجالي النقل والسكك الحديدية، حيث سيتم توفير التمويل اللازم والخبرات الكورية الجنوبية لتطوير هذا المرفق الهام. زيارة مهمة لرئيس كوريا. كوريا دولة صديقة بتتعاون معنا في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق من خلال شركة هيونداي ريتم الكورية. الشركة ده شركة من الشركات العملاقة في كوريا بل في العالم كله في مجال تصنيع قطارات المترو بالتحديد والسكك الحديدية بشكل عموما يعني. بالإضافة إلى أنها بتعمل معنا في مشروع تحديث الإشارات وتحويلها من إشارات ميكانيكية إلى إشارات كهربية، إشارات السكك الحديدية. عقد وقعته الحكومتان المصرية والكورية الجنوبية بقيمة تخطت 640 مليون جنيه، بالإضافة إلى 320 مليون يورو لتصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا للخط الثالث للمترو وعمرة جسيمة تمتد لثماني سنوات. عقد من شأنه تطوير خدمة النقل عبر خطوط المترو وتوفير وسائل انتقال تليق بالمواطن المصري. الشركة تبذل قصارى جهدها وتسخر كافة إمكاناتها لتطوير وتحديث السكك الحديدية وخطوط مترو الأنفاق بالتعاون مع الحكومة المصرية، لذا فقد تم توقيع اتفاق تمويل بين الحكومتين في البلدين لتوفير مليار دولار لدعم مشروعات النقل في مصر، خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة وزيادة نسبة التصنيع المحلي بالقطارات وتوطين تكنولوجيا النقل الهيدروجيني أو النقل الأخضر صديق البيئة. شركة هيونداي ريتم وردت لنا قبل كده 22 قطار للخط الأول لمترو الأنفاق، قطارات جديدة، 6 قطارات للخط الثاني لمترو الأنفاق، 32 احنا متعاقدين دلوقتي على 32 قطار لصالح الخط الثالث، هيشتغلوا يعني ان شاء الله باذن الله جايبينهم عشان المرحله الرابعه اللي احنا فتحناها هنا في عدل منصور، والمحطه المرحله الثالثه اللي هتبدا ان شاء الله من العدله في اتجاه الكتكات، اللي احتمال ان شاء الله باذن الله من خلال حضراتكم بنقول وبن شاء الله باذن الله يعني بنعد المصريين كلهم ان احنا المرحله الثالثه دي او المرحله الثالثه الف اللي هي من العتبه حتى الكتكات ان شاء الله باذن الله في شهر ابريل القادم في احتفالات مصر باعياد تحرير سيناء و25 ابريل هنفتتح ان شاء الله المرحله الثالثه الف، وعشان كده احنا متعاقدين مع شركه هيونداي ريتم على ال 32 قطار، وصل منهم تقريبا في حدود 18 قطار ويعني متبقي في حدود 14 قطار. جولة رئيس كوريا الجنوبية شملت كذلك تفقد ورشة العمرة الجسيمة والتي تعتبر أكبر ورشة بالشرق الأوسط على مساحة 65 فدانا يتم فيها إجراء العمرات الجسيمة والخفيفة وأعمال الدهانات والتجديد لقطارات الخط الثالث للمترو ومساحة كبيرة لتخزين المعدات وقطع الغيار. عقول وأياد مصرية إذن سبقت الزمن لإنجاز هذا الصرح العظيم، وخبرة كورية جنوبية في مجال النقل الذكي المتطور ستسهم عبر شراكة استراتيجية بين القاهرة وسول في بناء منظومة حديثة لنقل الركاب في الجمهورية الجديدة التي يستحقها المواطن المصري. زيارة الرئيس كوريا الجنوبية إلى مصر والتي تعد الأولى من نوعها منذ 16 عاما لرئيس كوري جنوبي، ولقاؤه بالرئيس عبد الفتاح السيسي يفتح الباب واسعا أمام تعزيز ودعم علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصة على صعيدي
قطاع النقل الذكي والسكك الحديدية. من هنا جاءت الجولة التفقدية التي أجراها رئيس كوريا الجنوبية إلى محطة عدلي منصور التبادلية، والتي أشاد خلالها بالمستوى العالي في التنفيذ ومطابقة القياسات العالمية. من محطة عدلي منصور التبادلية على رشوان النيل.